ساعتها ده احد الناس اللي انا ممكن افكر ان هو نعمل له عملية التطويل. طيب في ناس تانية اطفال عندها تشوهات خلقية، يعني ايه؟ يعني طفل نازل رجله مقوسة، طب ما هي دي هتأثر على الطول بتاعه، يبقى ده محتاج استعدال علشان العظم يرجع للفردة بتاعته الطبيعية، فالطول يرجع في الرينج الطبيعي. طيب في ناس تانية بتتعرض لا قدر الله لحوادث، يبقى النهاردة أنا لو عندي طفل واتعرض لحادثة أو حتى حد كبير اتعرض لحادثة، يبقى أنا في مرحلة من المراحل محتاج إن أنا أطول الرجل اللي قصرت دي، العظم لا قدر الله اتفتفت والرجل قصرت، تمام، أو فقد جزء من العظم في هذه الحادثة، يبقى أنا عندي تحول، عندي فيه عظمة قصيرة، وده على فكرة ممكن يبقى في الدراع كمان مش مجرد الرجلين زي ما الناس متخيلة إن تطويل القامة ده بيبقى في الرجلين بس، لأ ده ممكن أي عظمة يحصل فيها قصر، ده حتى بيجي لنا أطفال عندهم تشوهات في الصوابع، صباعه قصير، طب ما أنا ممكن أعمل له عملية وأطول له هذه العقل اللي موجودة في الصابع بحيث ان انا ارجع له الصباع للطول الطبيعي. يبقى انا لو لقيت ان في اي حاجة تستدعي ان العظمة دي تطول، سواء تشوه خلقي، سواء تشوه بعد حادثة، سواء تشوه بصفة عامة، انا شايف ان طولي ده لا اقل من الطبيعي او محتاج ان انا اطول، يبقى ساعتها احنا مستعدين ان احنا نطول هذا الشخص. هل عمليات التطويل يا دكتور بالسهولة اللي ممكن أي حد يتخيلها ولا لأ بتخضع لبعض من العمليات لبعض من الفحوصات اللازمة قبل ما نعملها؟ في أشخاص ممكن ما تطبقش عليهم وما تكونش صالحة ليهم، في أشخاص لأ تبقى مناسبة ليهم أكثر، يعني بيبقى الميثاق في هذا الحدود إيه والفحوصات كمان اللي بيلجأ إليها هذه الأشخاص؟ تمام، ده سؤال قوي جدا ومهم جدا جدا جدا، وكويس جدا ان حضرتك سالتيه. هو طبعا انا مش اي حد هدخله من العمليه دي، طبعا انا لازم اتاكد ان هو صالح تماما، لان هو الكلى شغاله كويس والكبد شغال كويس، لان انا اتعرض لعمليه وهتعرض لادويه هاخدها بعد العمليات وهتعرض لحاجات كتير لازم اخد بالي فيها من حالتي الصحيه بصفه عامه، فقبل ما يخش عمليه لازم يكون مؤهل صحيا ان هو يعمل عملية زي كده، نعتبرها عملية كبيرة مش صغيرة. طب النقطة اللي بعد كده، انا عملت العملية دي، هل انا علشان انا عايز اعمل العملية هاجري واعمل العملية؟ لا، احنا لازم تقييم للشخص بصفة عامة. ليه؟ لان العملية دي مرهقة جدا جدا، على الاقل اول اسبوع بيبقى الالم فيها شديد، وبعد كده عشان ارجع لحياتي العادية دي حاجة بتوصل لشهر تقريبا عشان ابتدي اتحرك. طيب مش كده وبس، لا ده انا عندي اساسا انا هطول بايه؟ عندي انا بكسر العظمة وبحط جهاز خارجي، يبقى انا هيظل فيه في رجلي جهاز خارجي. طب لما نسأل دلوقتي الجهاز ده هيقعد فترة قد ايه؟ ده من 6 شهور لسنة، يبقى لازم اكون فاهم كويس انها مش عملية سهلة، عملية مؤلمة، محتاجة مني عطاء ان انا هبقى مجهز نفسي لهذه العملية من 6 شهور لحوالي سنة. وان فيما بعد العملية يعني الفكرة مش هتنتهي بمجرد خروجي من غرفة العمليات، لا ده فيما بعد ذلك أجهزة وأدوية معينة، يعني عايزة صبر بشكل كبير كمان من الشخص اللي حابب ان هو يعمل هذه العملية. بالظبط، هيغير على الجهاز بنفسه، هيتابع الجهاز بنفسه ويراقب طوله بنفسه، لازم الشخص ده يكون فاهم كويس انه هيتعاون معايا اثناء فترة التطويل. بس مدى نجاحها قد ايه يا دكتور وطبقت هنا بشكل كبير وفعلا النتائج بتدل ان الواحد لو فعلا الهدف بتاعه ان هو يحس بده سواء بقى مشاكل نفسية وهي يمكن بتكون الاكثر يلجأ اليها ام لا؟ تمام، مدى نجاحها؟ العملية ناجحة ونسبة نجاحها عالية قوي. طيب تنفيذها هنا في مصر بتتنفذ، وفي كل انواع التطويل اللي بتسمعي عنها. طيب نديكي فكرة كده شوية عن عملية التطويل والاجهزة بتاعتها، مفيش مشكلة. النهاردة الفكرة كلها مبنية على ان انا اي عظمة لو حصل فيها كسر الجسم بيبتدي يملأ الفراغ اللي تسبب فيه الكسر، يبقى انا النهاردة لو جيت كسرت العظمة دي وحطيت جهاز خارجي، الجهاز ده بيبتدي يفتح العظم عن بعضه، يبقى انا العظم بستنى هيبتدي يملا اقوم انا فاتح، يبتدي يملا اقوم انا فاتح، يبتدي يملا اقوم انا فاتح، يبقى الجهاز الخارجي ده الهدف منه تطويل العظمه عن طريق استخدام ان الجسم بيحاول يعوض نفسه بس في باول حد باول. أقصى لهذا التطويل يا دكتور؟ بالظبط، ممتاز. الحد الاقصى المفروض ان العظمه من 8 ل 10 سم، العظمه الواحده
اللي هي مثلا بنتكلم على حاجة زي الفخذ لو بتكلم في تطويل القامة أو القصبة، يبقى أنا عايز أطول من 8 ل 10 سنتي في الفخذ أو القصبة. طيب أثناء التطويل ما هي المشاكل اللي بتحصل؟ أنا وأنا بطول أنا بشد على الأربطة بتاعة الرجل والعضلات، يعني الرجل ممكن اتزانها يسقط شوية، أبص ألاقي الرجل بتسقط شوية أو تعلى لفوق شوية، تمام؟ دي بتحتاج بقى تدريب وتأهيل وتمارين بنقوله عليه عشان يرجع الأربطة كويس. طب الأربطة مش بس هي المشكلة، ده أنا عندي كمان الأعصاب، لو ابتديت أشد بزيادة العصب بيشد معايا المفروض في رينج لحد 14 سنتي، تمام؟ فبعض الناس لا، الرينج بتاع العصب بيقل عن كده، وفاجأ ان الشخص ده بيجيله تنميل وبيجيله الام شديده، يبقى ساعتها بضطر ان انا ابطئ المعدل بتاعي او ساعات بضطر ان انا اوقف خالص. طيب في ناس وانا بشد الاورده والشرايين بتتشد معايا، يبقى الدوره الدمويه الطرفيه بتاعته بتبتدي تضعف، ابص الاقي ان لو الدوره الدمويه بتاعته الطرفيه مش حلوه هبتدي، وفي مؤشرات بقول له عليها، يبقى انا هضطر ان انا ساعتها اوقف، لا معلش هنبتدي نوقف ونكتفي بالطول اللي احنا وصلنا له. بس في غالبية الحالات زي ما حضرتك ما قلتي، الرينج بيبقى متوسط من 8 ل 10 سم. و10 سنتي تقريبا يا دكتور بيبقى مقبول بالنسبة للشخص اللي هو أقل من 150 مثلا لو هنتكلم عن الرجال. بالظبط، ما انا لو 150 ودخلت في ال 160 دخلت في الرينج النورمال. طب انا مثلا لو 160 وموضوع انا مش متقبله اجتماعيا بقيت 170 دخلت في الرينج المتوسط تماما. ولكن في النهاية موجودة، وموجودة بشكل كبير، والنتائج إلى حد ما مقبولة بالنسبة للناس بتعاني من قصر القامة. بالظبط. دكتور ماجد مراد، أخصائي جراحة المفاصل والمناظير والعظام، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معانا والمعلومات القيمة اللي قدمتها للسادة المشاهدين. الشكر لحضرتك، شكرا ليك.